سمي بشارع العرايس أو شارع الحسناوات، الذي ارتبط بحكايات الحب والزواج عند البغداديين. إنه شارع النهر الذي تكاد غالبية نساء بغداد المتزوجات يجزمن على إن ملابس أعراسهن وتجهيزاتها نقلن إلى عش الزوجية من هذا الشارع قبل أن يأفل نجمه أبان فترة الحصار الاقتصادي. هذا سوق تراث، سوق تراث من يعني من سنة 60. يجون كلهم شخصيات بي، يجون بي نساء يتسوقون، يعني سوق محترم. حتى كانوا يوقفون شرطة يخافون يتحرشون بالعوائد. وهذا السوق كان كله يبيعون بي تحفيات، يبيعون تحفيات زوالي عبي، يبيعون بي يعني كل شيء، يبيعون بي قماش، يعني هو شيء تراث يعني ممتاز. هسه السوق تغير بعد، مو مثل الأول شوية يعني قل. شارع النهر من الأول هو حلو من الأول. سوق إحنا كنا يعني اللي عايشين هنا ببغداد واللي المحافظات يجون يسوقون من عنده، هو السوق جملة وسوق مفرد. سوق حلو، سوقنا سوق البنات، لأن بنات كثرة فيه هواية يجون يشترون ملابس. وكان شارع النهر يمتد على كورنيش دجلة، لهذا سمي بشارع النهر، ويوازيه أقدم شوارع بغداد وهو شارع الرشيد. في خمسينيات القرن الماضي كان شارع النهر مزدحما في كل المواسم، صاخبا يملأه ضجيج الحياة ويلبي بفرح وسرور كل احتياجات العائلة العراقية. إلى حد الآن هو بي سوق أقمشة بالنسبة للعرايس، كان أكو سوق دانيال، السوق بيعون بي بدلات جاهزة مال عرايس وحتى بدلات مال أطفال، وبي قماشات أيضا مال بدلات مال عرايس تجهيز العروسة. بدلاتها كانت قبل ثلاثة يلبسون ثلاث ألوان وأربع ألوان، يجون يشترون مننا، خياطين هم موجودين يخيطون هم هنا يعني، وأكو بدلات جاهزة هم تقدر تشتري من عنده. سوق حلو. وذهب لا ذهب، وما أكو سوق الذهب، وأكو سوق يعني صاغة فضة. شارع النهر وهذا أرقى الأسواق إلى هسه يعني ما تغير يعني ممتاز. هسه كله يبيعون كله بجملة. وكان بي حوالي 30 ساعة شيء هنا كلهم صفة وبقيت بس أنا. شارع النهر كان ملتقى للعائلات البغدادية التي تجد فيه ضالتها من البضائع النسائية المختلفة ومستلزمات الأعراس، إلا إن الشارع أصبح اليوم يفقد ملامحه التاريخية وحيويته التي عرف بها منذ عشرات السنين خلال الفترة الماضية، بعدما تراجعت أنشطته ولم يتبقى منه سوى ذكريات ماضيه الجميلة.